دابا الجديد ديالي هو أغنية سلام من الألحان ديال يوسف كريران ومحسين محسن فولان، والكلمات ديال الشاعر التونسي الكبير أنيس شوشان. الفكرة ديال الأغنية جات وحنا كنا كنناقشوا أننا بغينا نديروا واحد العمل يكون احترافي، ولكن يكون بكلمات وبموسيقى تراثية وكلمات اللي تقدر تدخل جميع البيوت وتكون كلامها يكون موزون. فكرنا في الشعر ديال الشاعر أنيس شوشان، القصيدة ديالو سلام عليكم اللي كانت تشهرات وكانت نالت الإعجاب ديال الملايين في العالم العربي، والموضوع ديالها اللي حتى هو تارني موضوعها السلام، وحنا ما أحوجنا لكلمة سلام في هاد الوقت ديالنا. باش نحيدوا هذاك القضية ديال الخوف من اللغة العربية، وباش لو ميساج ديالنا يوصل لجميع العالم العربي، علاش لا؟ باش نوصل بالدارجة تقدر تكون شوية الأمور صعيبة، داكشي علاش اختارينا اللغة العربية الفصحى اللي كيفهمها كلشي. لا بالعكس، حنا زعما كنقول حنا، يعني انا والطاقم اللي كيشتغل معايا منفتحين على جميع زعما الكتابات، سواء كانت زجل او لا لغة عربية او لا تكون حتى الدارجة، غير الشرط الوحيد هو ان يكون الكلام نقي. ما بغيتش نكون انا محطوطه غير في هذا الاطار ديال انا كنغني اغنيه ملتزمه، لا بالعكس، شما تقدر تغني جميع المواضيع، تقدر تغني مواضيع اجتماعيه، تغني مواضيع رومانسيه، علاش لا؟ لا بديت في دار الشباب مع الجمعيه اللي كان الوالد ديالي عضو فيها، هي جمعيه موسيقيه. الاب ديالي كان كيغني وكان كيدير لا بيركسيون، ديما كان نمشي معاه تما، كبغيت الموسيقى. من بعد كنغني في حفلات، يعني الحفلات اللي كندوي عليها يعني اللي بسيطه، يعني مع الجمعيات في المخيم. من بعد في كليه بن مسيك التحقت بلاكورال ديال الكليه، تما بديت كنزيد نعشق الموسيقى، وجات الفكره انني علاش لا نبدا المشوار ديالي الفني الموضوع بروفيسيونال، يعني يكون احترافي. شامة بغات تغني كل شيء في التراث المغربي، بغيت نجرب راسي ولا نكتشف كاع الالوان الموسيقيه. يعني حنا عندنا بزاف، حنا التراث ديالنا غني بزاف، فيه بزاف، كاين الطقطوقه، كاين الامازيغي، كاين الملحون، كاين العلاوي، كاين قناوي، علاش لا كل مره ناخذ شويه من كل فن طرف. اختارينا الاسم ديال شامه، حيت بغينا حتى الاسم حتى هو يكون عنده معنى في اللغه العربيه. كنعرفوا شامه هي هذيك الخاله اللي كتكون في الوجه، في الجسم ديالنا، ومعناتها يكون شي حاجه من تاهي تراثيه قديمه، كيف ما كنعرفوا حنا داك السميه ديال شامه، السميه قديمه كانت كتسمى فوالا. لا بصراحه شجعوني وساندوني، بالعكس ما لقيتش معهم مشكل، خاصة أن الأب ديالي ما كملش في المجال الموسيقي، يعني هذاك الشيء اللي ما وصلش ليه هو يبغى يشوفوا فيا أنا، يعني ما كاينش مشكل. بصراحة لا، ما فكرتش في هذه القضية، حيت كتعرفي هذاك المسابقات كيفرض عليك واحد ستايل، وأنا بغيت نكون نمشي بشوية بشوية، خطوة بخطوة، حتى نتعرف بشوية بشوية، حتى نوصل الفن ديالي. ما بغيتش نزرب. الصراحة دابا اللي واخدها أولوية بالكتر، يعني اللي واخدها الوقت كتر، هي الدراسة، حيت فنان بلا دراسة ما تيسوى والو، ضروري من الدراسة. وكنحاول أنني
نوازن اكليبري ما بين الدراسه وما بين الفن. لحد الان ما كاينش مشكل. منو غنو رينو يبدور يخدم مع رشيدة مرة ما نياس سبابي نود الشمة المصيبة. منو غنو رينو يبدور يخدم مع رشيدة مرة ما نياس سبابي نود الشمة المصيبة. رشيدة عيوني نقايت رو إذ ما رشمي التوت إذ ما رشمي علو المصيبة. عيوني نقايت رو إذ ما رشمي التوت إذ ما رشمي علو. أيو أيو ما غر ما غار أيو أيو ما غر ما غار.